بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتكلم عن معادلة التحليل الكهربائي للماء. في البداية نذكر ما هي مكونات الجملة الكيميائية في الحالة الابتدائية، أي عندما نحضر وعاء تحليل الكهرباء ونضع به كمية من الماء، فمما تتكون الجملة الابتدائية. إذن فالجملة الابتدائية مكونة، أو قبل التحول، مكونة من الماء. إذن فنقول الأنواع الكيميائية الموجودة قبل التحول هي الماء. أما بعد التحول، يعني بعدما يتفكك وينحل كل الماء أو يتحلل كل الماء، فإنه يتحول إلى مادتين جديدتين مختلفتين، هما ثنائي الهيدروجين وثنائي الأكسجين. الآن ما هي الأفراد الكيميائية الحاضرة قبل التحول وبعد التحول؟ فالأفراد الكيميائية سواء نكتبها بالكتابة الأدبية أو بالكتابة العلمية، يعني بالصيغ، المهم هي جزيء الماء في الحالة الابتدائية، وبعد التحول يكون جزيء الهيدروجين وجزيء الأكسجين. إذن فلننمذج هذا التفكك أو هذا التحليل الكهربائي للماء بالنموذج الجزيئي. إذن فالنموذج الجزيئي للماء كما تلاحظ هو بهذه الصورة. إذن لدينا الجزيء الواحد يتكون من ذرة أكسجين وذرة هيدروجين. ربما يتساءل السائل، لماذا استعملنا جزيئين، أي لماذا لا نكتفي بجزيء واحد؟ يعني مبدئيا تلاحظ أن عندما يتفكك الجزيء الواحد سيتفكك إلى جزيء هيدروجين واحد، وتبقى لدينا ذرة أكسجين، وهو ما لا يتوافق مع الواقع ومع هو ما هو مكتوب في الصيغة. إذن هنا كتب O2، بمعنى أن ذرة الأكسجين لا توجد بصورة منفردة، وإنما توجد متراصة مع ذرة مماثلة لها. ولهذا من أين نأتي نحن بالذرة الثانية؟ فينبغي علينا أن نفكك جزيئين من الماء في آن واحد. إذن عندما يتفكك الجزيئان من الماء يعطيان لنا، لاحظ، الجزيء الأول من الماء يتفكك يعطينا جزيء هيدروجين، الجزيء الثاني يتفكك يعطينا جزيء ثاني من الهيدروجين، وذرة الأكسجين مع ذرة الأكسجين تتحدان لتشكل لنا جزيء الأكسجين. وعليه لما نكتب المعادلة فإننا لا نحتفظ فقط بهذه، يعني لا نكتبها H2O تساوي H2 زائد O2، يعني هكذا المعادلة غير متزنة. إذن فينبغي، يعني لا تعبر عما هو موجود في النمذجة الجزيئية الموجودة معنا. إذن فحينما نكتب المعادلة ينبغي أن تكون المعادلة متوازنة. إذن هنا H2O تساوي 2H2 زائد O2. إذن فينبغي علينا، تلاحظ بأن معادلتنا غير متوازنة، ينبغي علينا أن نوازنها بإضافة 2 هنا إلى المتفاعلات. كيف حصلنا على هذا 2 هنا؟ لاحظ لدينا، يعني قبل هذا الرقم يكون غير موجود لما نكتب، يعني مثل ما هو مكتوب هنا في الصيغ، لاحظ H2O يتحول إلى H2 زائد O2. قلت بهذه الصورة هي غير متوازنة ولا تعبر عن الواقع. إذن فما العمل؟ لاحظ أننا هذا O2 هاي نقسمها على O هنا، يعني على واحد، تعطينا عدد جزيئات الماء وهو 2. ينبغي أن نكتب هنا 2، نعم لنكتب الاثنان. إذن هكذا قد وزننا جزيئات الماء، كتبنا العدد 2. إذن قلنا كيف تمت الموازنة؟
لاحظ الصيغة هنا أو اثنين، وهنا في المتفاعلات لدينا الأو فقط. إذا نأخذ هذا العدد اثنين نقسمه على العدد واحد لنتحصل على عدد جزيئات الماء. إذا اثنين تقسيم واحد يعطي لنا اثنين، أي جزيئين من الماء ينبغي أن يتفككا ليعطي لنا هنا كذلك ماذا فعلنا؟ 2 في 2 تساوي 4، يعني لدينا 14. الناتج كان لديك فقط اش 2، إذا نقسم على 2 فنحصل على العدد 2. إذا وهذا هو التمثيل الموافق لما هو في الرسم. إذا جزيئين من الهيدروجين، ها هما جزيئان من الهيدروجين، زائد جزيء واحد من الأكسجين، هذا هو جزيء واحد من الأكسجين. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.